النهارده حابين يعني انا مجمع كده شويه اسئله شائعه دايما عن زراعه الشعر بنسالها والناس بتتكلم مع بعض فيها. الاسئله دي يعني مثلا اول سؤال او اكتر حاجه بتشغل الناس، عدد البصيلات اللي هتتزرع ايه؟ طبعا عدد البصيلات ده يعني موضوع يطول شرحه، بس احنا ممكن يعني نجمعها كده في كام نقطه دكتور شادي يتكلم معانا فيها. بتبقى على حسب مرحله الصلع ايه، في من المرحله الاولى للمرحله السابعه، وكثافه المنطقه المنحه وقوتها، كل ده عشان ما نقصرش عليها. ودكتور شادي هيتكلم معاكم باستفاضه شويه عن الموضوع دي، ودي اول نقطه هنتكلم معاكم، ولسه معاكم في اسئله كتير ثانيه هنتكلم فيها. اتفضل دكتور شادي. مساء الخير اخباركم ايه؟ معاكم دكتور شادي السيد اخصائي بحث تجميل وزراعه الشعر. مبسوط ان انا معاكم تاني في اللايف، ويعني الحمد لله ان ربنا اداني الفرصه دي ان انا اكون معاكم واتواصل معاكم. في بعض الاسئله اللي توجهت لي مؤخرا اتبعتت لي على كام فيديو اللي فات، فان شاء الله نستغل الوقت اللي احنا فيه مع بعض دلوقتي عشان نجاوب على الاسئله دي. من اول الاسئله واشهرها يعني دايما باستمرار بنجاوب عليه، انا عايز مريض بيسالني انا عايز ازرع 5000، مريض تاني يقول لا انا عايز ازرع 4000. على اي اساس بنحدد الرقم ده؟ او على اي اساس بنقول المريض ده والله مناسب ليه 2000، ده مناسب ليه 3، مناسب ليه 4 او 5؟ لان التفرقة اللي هي عملية زراعة الشعر في الاساس بنحاول نعمل توازن بين حاجتين، بين التوازن ان احنا نوصل لشكل طبيعي، وتوازن ان احنا ما نشوهش المنظر الموجود عندنا. بمعنى ان انا بعمل اعادة توزيع الشعر من المنطقة المنحة للمنطقة المصابة او المنطقة اللي فيها الصلع. فدايما في عاملين رئيسيين بيحكمونا في عدد الجرافتات. العامل الاولاني هي درجة الصلع، اللي هو زي ما احنا عارفين كلنا ان هم يعتبروا 7 درجات. العامل الثاني اللي هو كثافه المنطقه المنحه. على اساس النقطتين دولت بنبتدي نحدد عدد الجرافتات. تمام؟ دي اول حاجه. النقطه الثانيه اللي برضه بيها نهتم ان احنا لازم نحافظ عليها هو التايم فاكتور. بمعنى ان انا محتاج احافظ على وقت معين من العمليه عشان خاطر احافظ على السرفايفل او نجاح العمليه. ومحتاج ما طولش ان كان ولا وقت الاقتطاف ولا وقت الزراعه. لما بنيجي نشتغل في عمليه الاقتطاف اول حاجه بنتعرض لها ان احنا بنحتاج من الناس نحلق الشعر الموجود. تمام؟ وبعد كده بنحدد الرسمه او المنطقه اللي هنشتغل عليها، اللي هي لازم تكون منطقه متاكدين 100% ان الشعر فيها مش هيتعرض للصلع، يعني الاطراف في الحالات اللي لسه في اول الصلع ما ينفعش نشتغل عليها. نبعد عن المناطق اللي فيها الشعر ضعيف والبادي هير عشان برضه ده ما بيديش نتيجه كويسه ومش بيعيش فتره طويله. النقطه الثالثه ان احنا نمشي بباترن هوموجينس او باترن متساوي، بمعنى ان انا من كل 3 ل4 بصيلات باخد بصيله. انا كدكتور او كدكتور مسؤول عن الاقتطاف او دكتور مسؤول عن زراعه الشعر، دايما انا شخصيا بهتم ان انا اجيب اقصى عدد من الجرافتات. يعني انا مش منتظر ان المريض يقول لي انا عايز اوصل لحاجه، لا انا ده هدف عندي ان انا اوصل لاعلى رقم في الدرافت يساعدني اوصل بالحاله دي لاحلى نتيجه. وعلى الاساس ده بنشتغل، يعني زي مثلا بنشتغل 2 اورز او ساعتين متواصلين بنفس الباترن اللي احنا بنحافظ عليه، كنت انا او الدكتور مصطفى محمد. كل 3 ل4 بصيلات ناخد درافت بحيث ان احنا نوصل لاعلى كثافه او لاعلى عدد من الدرافتات. برضه لازم بنهتم طريقة البانشنج نفسه او طريقة الاقتطاف نفسها، ان انا بحاول اخد دايمتر صغير عشان ما اسيبش اثر للعملية. فبالتالي بعد المضمون بعد الريكفري من عملية الاقتطاف ما بيبانش ان في اثر او ان المنطقة المنحة اتأثرت او ان المنظر تشوه. وده تشالنج في حد ذاته وهدف رئيسي لنجاح العملية. ان هو مش بس ان انا اخد طبعا نتيجة كويسة في الشعر المزروع، لا ان انا كمان احافظ على المنطقة المنحة. هو ده التشالنج او التوازن اللي انا لازم احافظ عليه كدكتور تجميل او دكتور زراعه شعر. وتكمله لكلام دكتور شادي، يعني حابب برضه افهم الناس برضه نقطه اكتر، ان كل ما كان مساحه المنطقه المنحه اكبر والكثافه بتاعتها اعلى اقدر اخد منها عدد اكبر. طيب لو حد مرحله 7 متاخره ده بناخد منه على حسب المكان يديني قد ايه، وطبعا ما اقدرش اغطي المساحه كلها من مره واحده، يعني لو المساحه المزروعه اكبر من المساحه اصلا بتاعت المنطقه المنحه، لازم احافظ على التوازن اللي الدكتور شادي بيتكلم عنه، لازم يعني هو دايما المعادله
يعني المعادله دايما لازم نحققها ان احنا نحافظ على المنطقه المنخ وكمان ندي كثافه معقوله جدا للمنطقه المزروعه. تاني نقطه عايزين نتكلم عنها الخط الامامي. الخط الامامي بيتحدد على اساس ايه وهل بيبقى شكله فيك؟ عشان السؤال ده بيتسال كتير قوي. شكل انا خايف ازرع عشان بيبقى في ناس كتير زرعه باين ان هو زارع. لا طبعا الموضوع بالبلدي كده الخط الامامي ده ليه اصول، واصوله دايما اللي شغال واللي فاهمه. طبعا الخط الامامي ده اهم حاجه ان هو يكون فوق العضله بتاعه الجبهه عشان دي اللي بتفصل الوش عن فروه الراس. دايما لما نرفع الحاجب هنشوف العضله مرسومه قدامنا سواء من المنطقه دي او من منطقه الجناب، وطبيعي الرجاله لازم العضله بتبقى من الناحيه اللي هنا بتبقى رافعه شويه فعشان كده بتسبع، وده اصلا بسبب هرمون التستوستيرون وده الميل باترن اصلا ده الشكل الرجالي. تمام. طبعا الخط الامامي ده ليه تكنيك في الشغل كبير وليه بصيلات معينه بتتحط فيه عشان يطلع شكله ناتشرال، واعتقد هنوريكم برده في فيديوهات ثانيه شكل الخط الامامي بتاعنا الحمد لله، يعني ان هو شكله بيبقى منتظم جدا وشكله طبيعي جدا بيبقى ليه طريقه معينه في فتح القنوات ودرس البصيلات معينه برده مش اي بصيله بتتحط فيه. بس يعني نقطه عايز اضيفها في رسمه الخط الامامي، هي الرسمه نجاحها في كذا نقطه، ابسطها طبعا رسمه الخط نفسه ان هو تبان من بعيد ان هو متوازن او متناسق، بس قدام في لما تقرب منه تبان طبيعي يبان غير متناسق، يعني بنقول عليها ريجولار ريجولاريتي. دي اول نقطه. النقطه الثانيه في التنسيق ان انا اوصل بالكثافه لاعلى كثافه طبيعيه، ان انا اخلي كثافه المنطقه الاماميه بنفس الكثافه اللي هي في الاجناب، فده بيساعدنا في ان الشكل يبان طبيعي. ان انا اشتغل بالاتجاه التشريحي او الاتجاه الطبيعي لبصيلات الشعر، ان انا احافظ على التوزيع بتاع بصيلات الشعر في المنطقه الاماميه بالاتجاه الطبيعي. ان انا يعني لو ركزنا كده دايما في اي حته هتلاقي المنطقه اللي في النص بيبقى ليها اتجاه، الاجناب بيبقى ليها اتجاه، الجنب الشمال مثلا ليه اتجاه. ده برضه في حد ذاته تحدي عشان اوصل للشكل الطبيعي. بتقابلنا بعد كده الزاويه نفسها بتاعت البصيلات مع الجلد مع فروه الراس، دي برضه بتساعدنا في ان احنا نوصل للشكل الطبيعي. اخر نقطه توزيع البصيلات داخل المنطقه نفسها، يعني انهي بصيلات، البصيلات الثنائيه والبصيلات الاحاديه والبصيلات اللي فيها ثلاث شعرات، توزيعهم في المنطقه دي برضه بيساعد ان انا اوصل للناتشورال لوك او الشكل الطبيعي. فده كله بيساعدنا في ان انا اوصل بالعمليه لان نتيجه الشكل الطبيعي او الناتشورال لوك او المنظر الطبيعي ان هو ما يبانش ان انا زارع. فعشان كده بنستريس دايما المنطقه دي دايما برضه لازم تتم عن طريق حد خبره او حد مؤهل ان هو يوصل بالشكل بالعمليه بالشكل الطبيعي او النجاح. انا مش بصعبها بس هو فعلا برضه نقطه، يعني بعد نقطه الاتضاف بتيجي نقطه الرسمه في الخط الامامي او توزيع الشعر في المنطقه دي او ذا نيكست تشالنج او التحدي الثاني اللي بيساعدنا ان احنا نوصل للنتيجه الرائعه النتيجه الجميله الجماليه اللي كلنا عايزينها. في كمان سؤال دايما بيتسال برضه سواء بين الناس او بيتسال لنا عن طريق بيج او في الكشوفات او الكلام ده كله، هل الحلاقه بعد عمليه الزراعه ينفع احلق شعري؟ طبعا ينفع عشان هو بيبقى جزء منك، بس لازم نستنى على التئام الجروح او القنوات اللي اتفتحت دي لحد ما تلتئم تماما. ما ينفعش مثلا في اليوم الثالث او الرابع امشي مكان على المكان، طبعا لازم نستنى الالتئام، والالتئام غالبا بيتم بنسبه 90% ل 100% عند اليوم العاشر، بس طبعا بنستنى شويه نأمن، ممكن نوصل لحد 15 يوم 20 يوم عشان نبدا نحلق ونبقى براحتنا. هو هيبقى جزء منك، يعني هيبقى جزء البصيله دي خلاص بقت جزء من المكان اللي اتحطت فيه تماما ان شاء الله في خلال اسبوعين لثلاث اسابيع. بعد كده تقدر تحلق وتتحرك براحتك وما يبقاش عندك اي مشكله. ونسمع برضه من الدكتور شادي لو عنده اي كومنت في الموضوع ده. هو يعني الحلاقه يعني طبعا الموضوع ما فيهوش كلام كتير، بس هي اللي احنا بنتفاداه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الجلد ده نوع من البارير او نوع من خط دفاع للجسم. تمام. فاحنا بعد العمليه دي طبيعي ان هو بيتضعف شويه، فبياخد في الريكفري بتاعه تقريبا في المتوسط من اسبوع لثلاث اسابيع. فبنفضل ان احنا نستنى بعد الاسبوع ثلاث اسابيع دولت لما نعمل تشيفنج او حلاق، عشان بس ما يتعرضش ان المكنه يكون فيها بكتيريا او اي ميكروب، فيكون لسه الجهاز المناعي او الجلد بحالته الطبيعيه
فممكن يلقط عضلك. عشان كده بنفضل نستنى بعد 3 اسابيع. ودي حاجه يعني هو احنا اوريدي بنبقى يوم العمليه حالقين كل المنطقه في السيم ستيج او درجه من نفس درجه الحلاقه، فمش بتحتاج اوريدي قبل كده ان انت تعمل تشيكن. بالنسبه للشعر المزروع، هو الشعر المزروع نفسه بعد نهايه الشهر الاولاني بيكون تقريبا كله واحد، فانت ما بتحتاجش قبل 6 اسابيع اصلا ان انت تمشي عليه مكنه او تعمل له تشيكن. سؤال كمان طبعا مهم جدا وناس كتير قوي بقى بتساله، الشعر بتاع المنطقه المنحه اللي احنا خدناه ده بيطلع تاني ولا لا؟ يعني هو سؤال طبعا بالنسبه لاي حد هيهمه، بس احنا زي ما اتكلمنا في الاول ان احنا بنحاول نحقق معادله التوازن، ان احنا ما نقصرش على المنطقه المنحه، وعمليه الزراعه دي اصلا اعاده توزيع، فطبيعي البصيله اللي احنا واخدينها من الجتر بتاعها دي اتغير مكانها. يعني انا مش هستفاد بقى ورا قدام، يعني لازم برضو نضحي بحاجه، يبقى عندي البصيله اللي بتتاخد من مكانها دي اكيد خلاص اتشالت واتحطت في مكان تاني. بس زي ما دكتور شادي وضح ان احنا بناخد بصيله من كل 4 5، فهما بيغطوا بعض. تقريبا من بعد اسبوع او 10 ايام من العمليه مش هتحس باي حاجه، شعرك هيبقى مغطي بعضه، الكثافات ما بتختلفش خالص، يعني اللهم قال 10-15% ممكن تحس بفرق لو انت يعني بتدقق، بس انت خدت منه بنفيت ان انت حطيته في مكان تاني. فده سؤال طبعا الناس بتساله، هل الشعر بيطلع تاني؟ لا ما بيطلعش. البصيله انا ما باخدش شعر، انا باخد بصيله كامله، وحده انبات كامله بيتغير مكانها، بس اللي حواليها بيغطيها. تمام؟ دكتور شادي عندك انا مثلا يعني انا جاي مثلا دكتور مصطفى واحد يقول لي انا ما عنديش مشكله اخد الشعر كله من المنطقه المنحه انقله قدام. ده تشويه بقى، ده عايز يشوه نفسه. لا ده طبعا ما ينفعش القصه دي، يعني لينا ماكسيمم في وحتى لو حابين نخش في مرحله ثانيه في العمليه او بعد سنه نعمل بلان ان احنا نخش المرحله العمليه على مرحلتين، يعني مثلا المنطقه اللي عايزه تتزرع واسعه جدا وانا عايز اغطي بكثافه معينه في دماغي، مثلا عايز اوصل ل 80% من الاوريجينال دنسيتي بتاعه او الكثافه الطبيعيه بتاعته، لازم احافظ برضو على المنطقه المنحه في المره الواحده، يعني ليا ماكسيمم في اول مره وبسيبها تتعافى، بسيب الجلد يتعافى ويغطي بعضه، عشان بعد سنه سنه ونص ابص على المنطقه المنحه اشوف الاماكن اللي انا سايبها وعينها بقى لنفسي اخش فيها تاني، والاماكن الان بتوين لو لسه فيها ان انا اخش فيها ادخل. فلازم كده كده لازم احقق معادله المحافظه على المنطقه المنحه. بس فزي ما الدكتور شادي كان حد بيقول له ان هو ياخد المنطقه المنحه كلها، طبعا ما ينفعش. انا غلطان منك تنقل لي كله ده؟ لا انا ما اقدرش، لا احنا بناخدك واحده واحده. مستنيك في النقطه دي يعني، معلش اكمل عليك. احنا ما يعني دايما لما بنيجي ناخد الشعر للتطاف مره واثنين احاول اخد الكثافه من منطقه فرو الراس، بعد كده ابتدي ادور على البادي هير، يعني البادي هير ممكن يساعدنا في ان احنا نغطي الصلع، بس بيبقى مش الفيرست تشانس بالنسبه لنا، او مش هو الحل الامثل او الحل المناسب ان انا ابتدي بيه. في الاول احاول مره واثنين اعمل يعني اعمل عمليه واعمل تكثيف ليها عن طريق فروه الراس، المره الثالثه ابتدي ادور بقى على البادي هير، ان كان البادي هير بتاع الدقن او الصدر او الظهر، نبتدي نستخدمه كتكثيف. بس هو احنا ليه ما بنستخدموش برضه نوم؟ طبعا عشان يعني دي حاجه بديهيه جدا، ان شعر الجسم نفسه مش نفس كواليتي شعر الراس، يعني ممكن القريب منه شعر الدقن، بس طبعا الدقن اخرنا ناخد الحته دي، مش هناخد من الخدود مثلا او الشنب او المنطقه دي، فلو في زيادات هنا ممكن ناخدها. لكن تعالى مثلا حط كده يفكر بس نص دقيقه، هل الشعر اللي في الجسم سواء شعر الصدر او الظهر او الاكزيلا او اي مكان في الجسم فيه شعر، هل هو نفس الكواليتي بتاع الشعر ده؟ هل بيطلع زيه؟ هل بينمو زيه؟ هل السايكل بتاعت الانبات والسقوط الطبيعي في الطبيعي من غير ما نزرع، هل هما زي بعض؟ فزي ما دكتور شادي بيقول، انا لو عصته في الاخر خالص وانا بكثف هو هيديني شكل كثافه، لكن مش هيديني نفس الكواليتي بتاع الشعر. يعني طبعا بيهمني جدا كواليتي الشعر يبقى زي بعضه، فانا بدي الاولويه للشعر بتاع الفروه نفسها اللي هم اخوات زي بعض كلهم، يمكن المنطقه المنحه كمان اقوى ضعفين ثلاثه من المنطقه اللي هنا. بعد كده لو عاوز اكثف بعدين، لو المنطقه المزروعه كبيره يعني وانا عايز اغطيها كلها وخلاص المنطقه المنحه ما تقدرش تديني اكتر من كده، ممكن اكثف بقى شويه كده بالبادي هير، سواء كان من الدقن من المنطقه السفليه من الدقن او من السن، لكن ما ينفعش طبعا ابدا بيه عشان هو مش نفس الكواليتي ومش نفس السايكل بتاع الحياه بتاعته ومش نفس قوته ومش نفس قوه الانبات بتاعته، مش يعني
قصص كتير كده، بس انت ممكن تفكر فيها للحظة بنفسك هتلاقي ان في فرق كبير. في اخر سؤال ممكن نغطيه لكم النهارده عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده. ناس كتير طبعا بتسال على نسبه نجاح العمليه، هل هي مضمونه 100% ولا في عوامل ممكن تاثر؟ طبعا اكيد مش كل العمليات مضمونه 100%، في عوامل بتاثر على الموضوع، يعني في عوامل شخصيه للشخص اللي زارع، وفي عوامل سنيه، وفي عوامل مرضيه، وفي عوامل اهمال. تمام، ممكن انا اتكلم عن كذا نقطه والدكتور شادي هيكمل معايا. السن طبعا، كل ما السن كان كبير كل ما كان الدوره الدمويه مش قويه، يعني زي الشباب مثلا الثلاثينات والاربعينات والخمسينات كمان لسه شباب، من فوق الستين والسبعين طبعا الدمويه بتاعت فروه الراس ما بتبقاش بنفس القوه، اكيد بتتاثر. ده دي نقطة. النقطة الثانية عوامل مرضية، يعني عوامل مرضية يعني مثلا أنا باخد علاج لضغط، باخد علاج لسكر، عندي مشاكل في القلب، عندي مشاكل كتير، فقدرتي على الالتئام وقدرتي على الاستجابة بتاعت الشعر ما بتبقاش نفس القدرة والاستجابة بتاعت شاب عنده مثلا 25 30 سنة، أكيد في اختلاف، فممكن في نسبة مثلا 10 20% فقد في الشعر، ما خدش الغذاء الكويس بتاعه. في عوامل بقى تانية بقى خارجية، كل واحد التدخين، الكحول، أي حاجة تانية بندخنها، في ناس كتير بتدخن حاجات تانية، ودكتور شادي كمل برضو النقطة دي على العوامل التانية اللي ممكن نهتم في الكير بتاع العملية. اتفضل دكتور شادي. طيب بالنسبة للنجاح فهو يعني اسم هو ده، يعني ممكن أقول لكم يعني إن إحنا الحمد لله نسبة النجاح عندنا فوق 95% أو فوق 99%. وده فعليا مع يعني بمتابعه الحالات وبالتسجيل الحالات والنتائج، الحمد لله ده ساعدني ان احنا نوصل للتطوير اللي احنا بنشتغل عليه ان احنا نوصل للنتيجه دي. بس هو النجاح مضمونه هو نجاح نسبي، بمعنى ان انا لازم اكون صادق مع المريض اللي قدامي، مع الحاله اللي قدامي، مع الشخص اللي عايز يزرع شعره في الاول، في ان احنا نحدد او نشخص صح حالتنا. تمام؟ والنقطه الثانيه نيجي فيها نفهمه ان هو ايه المناسب ليك؟ يعني عادة الحالات اللي هي جريد 1 جريد 2 جريد 3 بيكون بيناف بالنسبة لهم ان هو يعمل سيشن واحدة، ايه من اف جريد 4 وجريد 5. تمام؟ لكن لما بنيجي في الحالات الكبيرة فهو تعتمد فكرة النجاح هنا ان انا او ان انت انا وهو متفقين على احنا عايزين نمشي الرحلة ازاي او ايه اللي هنوصل له. المصداقية في ان انا اوصل له الصورة ان انا ما عملتش اوفر اكسبكتيشن على المريض. تمام؟ ان هو ده مناسب ليك في المرحله دي، مناسب بعد سنه ان انا اعمل تكثيف، ده في حد ذاته هو نجاح، ان احنا نبقى نتحرك مع بعض، نتحرك في نفس الفيو. بعد كده تيجي الخطوات الثانيه اللي هي الحاجات التكنيكال مني كدكتور ان انا احافظ عليها الكواليتي بتاعت الشغل. بعد كده تيجي المرحله الثانيه اللي هو الكير بتاع المريض بعد العمليه، ان كانت كفيتامينز، كهير تونيك، كجلسات نمشي عليها بعد العمليه والمتابعه. تيجي اخر نقطة اللي هي نهتم بيها اللي هو طبعا استجابة الجسم اللي بتبقى فيها العوامل الشخصية كلها، ما بين العمر، ما بين الهابتس، ما بين الحفاظ على الشعر بعد العملية، دي اللي بتتحكم فيها. فيعني كده هما بالنسبة لنا قلنا تقريبا أربع حاجات. أول حاجة الوصول يعني التشخيص الصحيح أو التشخيص الدقيق للحالة والمصداقية في تشخيصها وإيه النتائج ان انا ما عملتش اوفر اكسبكتيشن. تيجي بعد كده ان الكواليتي بتاعت الشغل، ان ايه تتم الخطوات صحيحه وبشكل طبي صح. تيجي بعد كده طبعا الكير بتاع المريض، واخر نقطه بالنسبه لنا في تساعدنا في النجاح طبعا هي نسبه التوفيق، وان هو طبعا اكيد وارد يبقى في نسبه رفض من الجسم، بس نادرا جدا لما بتحصل او رير جدا حالات الفول ريفيوز. الطبيعي ان هو بتبقى ساعات تبقى نسبتها ما بين 1 و5% بعد لو اهتمينا بكل الخطوات. النهارده احنا اتكلمنا معاكم عن 5 6 اسئله كده شائعه، اكتر الاسئله الشائعه، وان شاء الله هنجمع اسئله كمان ونطلع معاكم، بس مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. وكنا مبسوطين جدا ان احنا معاكم النهارده، ويا ريت نكون افدناكم. ودايما معاكم، تابعونا دايما على الفيديوهات. معاكم دكتور مصطفى حمد ودكتور شادي سامي.